خاتم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا بحضور هذا الدرس المبارك التعلم والتعليم ونفعنا انتفاعا وذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على الوصول إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نراجع الدرس الماضي ومراجعة سريعة. الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة، يجب الترتيب بين هذه الحقوق إذا كانت التركة ضيقة، وإذا كانت التركة واسعة فيسن الترتيب بينها. الحق الأول الحق المتعلق بعين التركة. عين التركة لابد أن نخرج الحقوق التي متعلقة بها حتى تبرأ ذمة الميت. الزكاة نخرجها، الجناية نخرجها، الرهن نخرجه، سكن المعتدة، البيع للمفلس، المبيع للمفلس، وحصة العامل في ربح القرار. الحق الثاني مؤن التجهيز. اليوم نحن صباحا أخذنا مؤن التجهيز، كيف غسل الميت وكيف كذا، نخرجه من ماذا؟ من تركة الميت. لكي من ينال الأجر؟ الميت يكون الأجر له كاملا. فإذا جاء أحد الأولاد أنا لا، أنا غسل أبي وتكفينه علي، لا يا أخي، اجعله من تركة أبيك لكي ينال الأجر كاملا. مؤن التجهيز بماذا؟ بالمعروف، يعني بدون إسراف وتقتير، على حسب يسار الميت وإعساره. الحق هنا وقفنا. الحق الديون. الحق الثالث الديون المرسلة في ماذا؟ في الذمة. كبر الخط قليلا تستطيع، كبر الخط قليلا. الديون المرسلة في ماذا؟ أيوة زين، الديون المرسلة في الذمة. ما معنى الدين عادي؟ ما معنى مرسلة؟ يعني موجود في الذمة. الدين أين سداده؟ في ذمته، فمات وهو في ذمته، أي مطلقة عن تعلقها بعين التركة. بيني وبينك دين $5,000 أنا أخذتها، الآن أنا أسددها، هل هذه $5,000 متعلقة بالأرض الذي أملكه هنا، متعلقة بالسيارة؟ لا. بالعقار؟ لا، ليس رهن وليس، إذا هي في ذمتي فقط. هذا معنى ديون مرسلة، معنى مطلقة، يعني ليست متعلقة بعين، ليست متعلقة بعين ليه؟ التركة، ولكن في ذمة الميت، أي مطلقة عن تعلقها بعين التركة، وإنما هي في ذمة الميت. فيباع من التركة ما يقوى بها. كم الدين؟ $1,000. طيب ننظر إلى، هل في رصيد في البنك؟ انظروا يا أيها الورثة، ابحثوا في الدولاب، في دواليب الماء، في خزنته، في المكان الذي يضع الفلوس. هل يوجد فلوس؟ نعم في فلوس. إذا هاتوا $1,000، هذا دين مسدده. فإذا كان ما في فلوس ولكن في سيارة وفي ذهب وفي ماذا؟ أرض وفي عقار وفي بيت وفي أدوات أخرى، إذا نبيع أي شيء منها ونسدد صاحب الدين، فيباع من التركة ما يقوى بها. هذا إيش؟ دين. لا يشترط في هذا الدين أن يكون بينه وبين الآدميين، قد يكون هذا الدين بينه وبين من؟ الله سبحانه وتعالى. كيف؟ هذا الميت لم يحج، لم يحج. الحج كم يكلف؟ من ماليزيا حجة بدل كم يكلف؟ $1,000؟ 2000؟ 1500؟ ما يعرف. 2000 دولار؟ يكلف $2,000. يا اخواني، ابي توفي ولم يحج، نبحث في ماله، وجدنا فلوس، ناخذ $2,000 هذه لا نوزعها بيننا، هذه $2,000 يا اخواني سنستأجر شخصا يحج عن أبينا، نسقط فرض الإسلام عنه لأنه إلى الآن لم يحج.
فهذا إذا هو مديون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. انظر، يقدم دين الله. أبي عندما مات مديونا لفلان وفلان ولله. كيف ولله؟ لم يحج. إذا نأخذ قيمة هذا الحج، لا نوزعها بين الورثة على جنب، نحفظها. إذا جاء قبل موسم الحج نبحث عن شخص أو نرسل هذه الفلوس إلى مكة لكي أحد يحج عنه حجة إليه؟ حجة الإسلام. يقدم دين الله كحج على دين. أنا موجود هنا 2000 دولار فقط، ووالدي أخذ دينا من فلان 2000 دولار، وفي نفس الوقت هو لم يحج. يا الله، معنا 2000 دولار، هل نعطيها والدي، هل نعطيها صاحب الدين، أو نقدم الحج؟ نقدم دين الله، نقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. دين الله أحق بماذا؟ بالوفاء. ودين الله أحق أن يقضى، فإن الله أحق بالوفاء. أيوة، إذن يقدم دين الله كحج على دين الآدمي إذا ضاقت التركة عنه. يعني إذا كان ما في إلا هذه الفلوس، أما إذا كان والله في فلوس كثيرة الحمد لله، في 10,000 دولار، خلاص نعطي هذا صاحب الدين 2000 دولار والحج قريب. طب أنت تقول دين الله يقدم، أي ولكن هذا فيه فلوس كثير، سنعطي هذا وسنعطي هذا. وإن كان إحنا الآن سددنا من الآدمي، ولكن الحج الآن في أقرب، الحج سيأتي بعد شهرين. والدي مات الآن أنا سأعطي هذا صاحب الدين، والحج بعد شهر. إذا جاء وقت الحج سأقضي دين والدي لله سبحانه وتعالى، دينه لله وهو الحج. إذن أديون. أنتم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على جنازة إذا علم أن صاحبها مات مديونا. مات، إذا قالوا يا رسول الله فلان مات، فيقول هل مات مديونا؟ فيقولون نعم. إذا قالوا صلوا عليه، صلوا على صاحبكم. رسول الله لا يصلي على الذي يموت وهو مديون. فهمتم؟ هذا يدل على أن الدين شيء خطير، ليس سهل. فهمت؟ رسول الله موجود، قل يا رسول الله فلان مات، قال رحمه الله نريدك أن تصلي عليه. فيقول هل هو مديون؟ قال نعم. قال نعم يا رسول الله، صلوا على صاحبكم، أنا لن أصلي عليه. الله. مرة من المرات جاء الصحابي أبو قتادة، يا رسول الله فلان مات، قال هل هو نريدك أن تصلي عليه؟ قال هل هو مديون؟ قال نعم، مديون بدرهم أو درهمين، يعني أقول مثلا 50 جنيه 100 جنيه، مبلغ بسيط، 50 جنيه 100 جنيه. فقال الرسول صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله أنا سأسدده، أنا سأسدد دين هذا الرجل، صلي عليه يا رسول الله. قال طيب. فرسول الله صلى على هذا الذي مات مديونا، فكان كل يوم يومين رسول الله يرى أبو قتادة، يقول يا أبو قتادة هل يا أبو قتادة هل سددت الدين؟ فيقول أبو قتادة لا ما سددته إلا أم لم أسدد. بعد يومين يسلم على رسول الله يا أبو قتادة هل سددت الدين؟ لا ما سددته. عدين بعد كم يوم سدد الدين، قال يا رسول الله الآن سددت الدين حق مين؟ الميت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن بردت جلدته من العذاب. يعني كان يتعذب الميت إذا مات مديونا، يعذب. فهمتم؟ عندما قال أنا الآن سددت دينه، النبي قال له الآن بردت برد جلده أو بردت جلدته من العذاب. فهمتم؟ إذا الإنسان أول بأول يسدد. بعض الناس دائما يحب الدين، كل شهر شهرين يأخذ من هذا، يأخذ من هذا، يأخذ من هذا، يأخذ من هذا، كلما راح مكان يأخذ. الدين شيء من الدين، هذا التدين شيء مكروه وغير محبوب. لذلك إذا أنت سددت مباشرة سدد،
تريد مصاريف والحوالة تأخرت، سأخذ منك $50 دين. أول ما تدي حوالة أفضل هذا الدين، فسدد. فهمت؟ إنها تتكالب عليك الديون، تتكالب، هذا خطر كبير. يقولون الدين هم ولو درهم، الدين هم ولو درهم. طيب الحق الرابع من الحقوق عند الآخرين، الحق الرابع من الحقوق ما هي؟ الوصايا بالثلث. الميت أوصى يريد تركته، ليس كلها يريدها للورثة، لا، يريد أن يأخذ بها أجرا، فجزء من التركة سيجعله للفقراء، جزء من التركة سيجعله لحفاظ القرآن، جزء من التركة سيجعله لطلبة العلم، جزء من التركة سيجعله للأعمال الخيرية، جزء من التركة سيجعله في مساعدة المتزوجون، وهكذا. هل الوصايا بالثلث هل يجوز للميت أن يوصي؟ نعم، بل يسن. انظروا، وهذا باب كامل اسمه باب الوصايا، سيأتي في آخر الدورة. هذا المال تركة له الميت، هل يجوز للميت أن يقول يا جماعة كل أموالي صدقة لوجه الله بعد موتي، كلها للفقراء والمساكين؟ ما يجوز، تمام؟ فقط لك أن توصي بماذا؟ بالثلث. هذا الثلث الأول، وهذا الثلث الثاني، وهذا الثلث الثالث. فقط إما أن توصي بالعشر أو بالعشرين أو بثلث المال. 30 ثلث المال يعني 33%، 33 وثلاثة من عشرة بالمئة. فلنفرض أن شخص عنده $1,000,000، ما يجوز له أن يوصي بكم؟ 333,000. هذا يجوز لك أن تتصدق فيه، تعمل أعمال خيرية فيه، الباقي يكون لمن؟ للورثة. من هم الورثة؟ أولادك، بناتك، زوجتك، أبوك، أمك، أخوانك، إذا لم يكن عندك أولاد. فهمتم؟ إذن الثلث، أي ثلث ما بقي بعد موال التجهيز والدين، لا ثلث الجميع للتركة. نعم، بعد ما نخرج موال التجهيز وغيره نقول الباقي، هذا الباقي ثلثه يحق للميت أن يوصي به. تكون الوصية لمن؟ للأجنبي. إذن هذا للورثة، وهذا يكون لمن؟ الأجنبي. ما معنى الأجنبي؟ يعني ليس وارث، ليس وارث. يعني كيف؟ انتبه. مثلا الخال لا يرث. أنا سأوصي يا أولادي، وصيتي هذه $1,000,000، وصيتي $100,000 لخالكم، $100,000 هذا لخالكم اسمه زيد. لمن؟ خال. هل الخال يصح نحن نعطيه؟ نعم، من الوصية ليس من التركة. أنت لخالتي، لعمتي، هؤلاء ليس ورثة، لأم زوجتي، لأبو زوجتي، هؤلاء ليسوا من الورثة، فيصح أنني أنا أوصي لهم، أطلب ورقة، هذا تعقوه كذا وتعقوه كذا وتعقوه كذا، وهذا عالم تعقوه كذا، وهذا يتيم تعقوه كذا، وهذه عائلة فقيرة لها كذا وكذا، وأوقع في النهاية وأتي بشهود ويوقعون، خلاص تكون هذه الوصية. إذا تكون الوصية للأجنبي لا للوارث، كما سيأتي التفصيل في باب الوصايا. طيب، شخص جاهل قال اسمعوا، أنا أريد نصف التركة للصدقات، نصف التركة
أريدها صدقة للأيتام. ووقعت وجبت بشهود. ما هو الحكم؟ هل نقول أن الوصية كلها باطلة؟ لا، نقول هذه نصف التركة، التركة مليون، هو يقول نصف يعني كم؟ 500 إيش؟ 500 إيش؟ 500 ألف. أقول الذي يصح كم؟ فقط الثلث. ما هو الثلث؟ 300 إيش؟ 333 إيش؟ ألف. الباقي نطرح هذا من هذا، سيطلع مبلغ. فهمتم؟ لو طرحنا هذا من هذا سيطلع مثلا 176، وهكذا 176 ألف. هذا نسأل الورثة، نقول للورثة هل أنتم موافقون يا أيها الورثة أبوكم يريد نصف التركة للأيتام الذي يجوز شرعا أن يكون للأيتام لهم فقط الثلث، يعني 333 ألف، 167 ألف. نرجع إليهم أيها الورثة، إن هم وافقوا خلاص يكون كله، إذا قالوا لا نحن نحتاج، أنا لو نحن غير موافقين، إذا هذا يكون لمال الورثة وفقط الأيتام نعطيهم كم؟ الثلث، لأن الوصية فقط تكون بماذا؟ بالثلث. هذا كله سيأتي تفصيله في باب اسمه باب الوصايا. طيب الحق الخامس والأخير خلصنا، الإرث، وهو نصيب الورثة، وهو درسنا في هذه الدورة. الإرث كيف يقسم؟ إذا الإرث لا يقسم إلا بعد أن تخرج الحقوق المتعلقة بعين التركة، ويخرج موان التجهيز، ويخرج الديون، ويخرج الوصايا. تخرج ماذا؟ الوصايا. أعرف واحد من الصالحين أوصى بثلث ماله لطلبة العلم الشرعي، وجعل الوصي أو المسؤول عنها فلان وفلان وفلان، فما شاء الله عندما جمعوا تركته وجدوا أنها تساوي 21 مليون، 21 مليون سعودي. ثلثها كم؟ 7 مليون. ما شاء الله اشتروا بها عمارات، والإيجار يرسلونه لطلبة العلم في حضرموت وفي أماكن كثيرة. هذا الآن صاحب القبر، صاحب المال يرمخته، يأتيه الأجر العظيم والكبير. فهم؟ ما فايدة من الدنيا، أجمع فلوس فلوس بعدين مات. الفلوس أخذوها الأولاد والبنات ويعيشون في الدنيا عادي. لكن أنت تفكر، فكر في نفسك، الأولاد سنعطيهم، لكن الجزء لي أنا للآخرة، لكي يستمر الثواب والنعيم في القبر وفي الحشر وفي النشر وفي الميزان وفي الصراط وفي الحساب، وفي الجنة يكون مقامات عالية. فما شاء الله توفيق من الله، هذا كله توفيق من الله. الله هو الذي يوفق، هو الذي يوفق الإنسان، يقنى في قلبه أن يعمل خير، في نفس الوقت يقنى في قلب الآخر أن لا يعمل خير. تمام؟ طيب لبعد نأخذ الآن باب الإرث. الآن سنتكلم على الإرث التي هي الفلوس والعقارات التي تورث، هذه للورثة، كيف نقسمها؟ نأخذ أولا التعريف. انظروا، الإرث، تعريف الإرث لغة البقاء، البقاء، الله الوارث. من بين أسماء الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى أنه ماذا؟ وارث. ما معنى وارث؟ باقي. فإذا هذا الإرث ما تميت، وهذا الذي بقى منه، فلذلك يسمى الإرث انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخر. العلماء
ورثة انتقل العلم من الأنبياء إلى العلماء. فالذي يريد العلم الذي عند الأنبياء وما أتى به النبي فليذهب إلى العلماء، يجلس عند العلماء ويسمع كلامهم، سيجد أن كلامهم وحديثهم ودروسهم مستقى من مشكات النبوة. العلماء الأنبياء لم يورثوا درارا ولا درهما، ولكن ورثوا علم شرعا حق. هذا العلم، هذا الإرث قابل للتجزي. الإرث يتجزى. 100 دولار أعطي هذا 20 وهذا 20 وهذا 20، يتجزى. إذن الإرث قابل للتجزي، يثبت لمستحق. من يستحق هذا الورثة؟ من هو الوارث؟ الابن. من هو الوارث؟ الأخ. من هو الوارث؟ الزوجة. يثبت لمستحق الذي يستحقه. متى يستحق؟ متى أنت يحق لك أن تأخذ الفلوس؟ بعد موت أبيك. متى يستحق؟ بعد موت عمك، بعد موت جدك، قبل أن تموت. ما ليس ملكك، ملكه بعد موت من له ذلك، يعني موت ما بعد موت الميت. لماذا أنت تستحق؟ لقرابة بينهما، لأنك أنت ابنه، لأنك أنت أبوه، لأنك أنت زوجة الميتة، لأنك أنت زوجته، وهكذا. لقرابة أو نحوها، يعني قد يكون القرابة، وقد يكون النكاح وهو الزوج والزوجة، وقد يكون العتق كما سيأتي، المعتق والمعتقة قد يرثان بسبب. طيب، شرح التعريف. حق يعني جنس يشمل المال وغير المال. عندما يقول لو هل نقول أن الإرث مال قابل للتجزي ولا حق؟ لا، إذا قلنا مال يعني لا بد أن يملك. إذا قلنا حق سواء كان يملك أو لا، مثل ماذا الذي لا يملك؟ مثل الأشياء النجسة، الأعياد، مثل الكلب. مات الميت وعنده كلب، هل هو من الإرث؟ نعم، لأنه يسمى إيه؟ حق جنس. هذا حق، كلمة جنس، يشمل المال وغير المال، قابل للتجزي، خرج به ولاية النكاح. الأب عندما كان حيا هو الذي يزوج ابنته. مات الأب، موجود 3 إخوة، هل نقول أن الإخوة ورثوا من الأب ولاية النكاح لأختهم؟ من يزوج الأخت؟ أحد الأخوان. هل كلهم 3؟ لا، فقط إيه؟ أخ واحد. فهمت؟ هذا الزوج، أنتم أخوان، الزوج يقول أريد أن أتزوج ابنتك أختكم، هل أنتم تقولون مع بعض زوجناك أختنا؟ لا، فقط إيه؟ إذا ولاية النكاح لا تورث. لماذا؟ لأنها لا تقبل التجزي، خرج به ولاية النكاح فلا تتجزأ. فلو كان 3 إخوة لا يقال لكل واحد ثلث ولايتها، لا نقول أن الولاية انقسمت 3. الأب كان هو الولي للبنت، هل نقول أن هذا له ثلث وهذا له ثلث وهذا له ثلث؟ لا، الولاية فقط تكون لمن؟ للكبير، أو هي التي تحدد من يزوجها. يثبت للمستحق، يثبت للوارث بعد موت من له ذلك، أي الموروث الذي يملك هذا الحق، خرج به الحقوق الثابتة بالشراء والانتهاء في الحياة لا بعد الموت. يعني متى يكون هذا الحق؟ ينتقل بعد الموت. أما التي في الحياة فإنها تثبت بماذا؟ الشراء والبيع والالتهاب، يعني وين؟ والهبة. هذه الأمور تثبت في الحياة لا تثبت بعد الموت. أما الإرث فإنه يثبت بعد الموت. لماذا يثبت؟ لقرابة بينهم، أي لسبب من أسباب الإرث. ما هي أسباب الإرث؟ 3، ومنها القرابة، وهي المعبر عنها بالنسب ونحوها. إيش أسباب آخر من أسباب الإرث؟ النكاح والولاء. النكاح يعني الزوجة، والولاء يعني المعتقة كما سيأتي. إذن هذا تعريف ماذا؟ الإرث. نأخذ الآن أحكام الإرث. أركان الإرث 3. وارث، من هو الحي؟
الحمل الآن. كيف الملحق بالأحياء كالحمل؟ انتبه، مات الميت وزوجته حامل، زوجته الآن من الوارث؟ الزوجة. هل الذي في بطنها يرث؟ نعم يرث، مع أنه إلى الآن لم يخرج، لم يخرج للدنيا، لكنه موجود وقت موت الأب. إذا هذا يسمونه ملحق بالإيه؟ كالحمل. إيش معنى الحمل؟ يعني يكتب الجنين الذي في بطن الأم، الجنين الذي في بطن الأم يلحق بالأحياء فيرث. فهمتم؟ مات الميت وعنده زوجة فقط وهي حامل، الزوجة قال العلماء كم تأخذ؟ الربع. فإذا ولد الولد تأخذ كم؟ الثمن. فلذلك لا نقسم التركة، ننتظر حتى يلد له، حتى تلد له الزوجة. إن ولدت، إن ولدت، أفرض أنه مات في البطن، فهمت؟ فهمتم؟ أيوه. كان ورث وارث، مورث من هو الذي ورثهم؟ الميت. من هو الذي جعلك ترث؟ الميت. الميت ما اسمه؟ مورث، اسم فاعل، أي هو الميت أو الملحق بالأموات كالمفقود المحكوم عليه بموته. شخص سافر إلى الحرب، إلى بلدة من البلدان فيها حرب، وكان كل شهر يتصل، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا بخير، أنتم كيف؟ ادعوا لنا. وبعدين انقطع، ما في اتصال، وذهب إلى بلاد فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ حرب. يا الله، ذهب إلى بلاد فيها حرب. طيب، مر سنة وسنتين وثلاث، يا الله ما في اتصال. هو كان من أول كل شهر يتصل مرة واحدة، الآن ثلاث سنوات، أربع سنوات، الآن مرات خمس سنوات. يا الله، نسأل، سألنا أصحابه، ما في خبر. يا الله، الزوجة تنتظر، الأولاد كبروا. فهنا يجوز للقاضي أن يحكم بموته. كيف؟ ملحق بالأموات. إذا حكم القاضي بموته توزع التركة بعد ذلك كالمفقود المحكوم بموته. فهمتم؟ وألا المفقود والحمل هذان باب كامل سيأتي في آخر الدورة. حق الموروث التركة، الفلوس، وهي التركة من مال وحق. التركة من مال وحق. إذن أركان ثلاثة: الذي يرث اسمه وارث، والذي مات وترك التركة اسمه مورث، والشيء الذي نقسمه اسمه حق موروث. لبعض أسباب الإرث، ما هي السبب الذي أنت تكون وارثا؟ ثلاثة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، والرابع مختلف، مختلف إيه؟ والرابع مختلف فيه. النكاح، خلاص، النكاح إذا الزوج والزوجة صار بينهما عقد، خلاص كلاهما يرث من الآخر لو أحدهما مات، ولا يشترط الدخول، ولا يشترط الدخول. فهمتم؟ صار العقد، زوجتك قبلت، وبعدين الزوجة ماتت أو الزوج مات ولم يكن دخول، هل أحد كلاهما يرث من الآخر؟ نعم، كلاهما يرث من الآخر. إذن النكاح مقصود به عقد الزوجية عليه، صحيح، ليس عقدا فاسدا. وإن شاء الله المرة القادمة نعمل لكم دورة في النكاح والأحوال الشخصية. عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ولو في مرض الموت، ولو كان في مرض الموت،
وهذا شيبة كمان نريد أحد ينظفه ويغسله ويدلكه. لا بد أن ينظر إلى العورة، وما في أحسن من الزوجة. إذا سنزوجه فنأتي بإمرأة نقول له تزوجها يا أبي، فنأتي بإمرأة ووليها ويتزوجها. فهي جلست عنده يوم يومين أو أسبوع أو أسبوعين ومات. عندما مات هل هي ترث؟ نعم، عقد نكاح صحيح. فهمتم؟ لا بد أن يكون صحيحا. أما إذا كان عقدك غير صحيح الآن مسمى نكاح عرفي أو عقد عرفي، هذا ما يصح. المرأة تقول للزوج زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت، هذا ما يصح. أين الشروط؟ أين الولي؟ أين المهر؟ أين بقية الشروط؟ طيب، ولو في عدة الطلاق الرجعي فإنه يرث، فإنها ترث وهو يرث. كيف؟ انتبه. زوج تخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق، طلقها كم؟ طلقة. الآن هي في العدة، الآن هي في العدة تقريبا 3 أشهر. بعد أسبوع أو أسبوعين ماتت. ماتت هذه ليه؟ الزوجة، أو هو مات. هل هي ترث منه؟ نقول هل هو طلقة أو طلقتين أو 3؟ إذا ترث. المطلقة الطلاق الرجعي كالزوجة في الإرث. فهمتم؟ إذا ولو في عدة الطلاق، أما عدة الطلاق البائن فلا. كيف؟ شخص تخاصم مع زوجته وقال لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بثلاثة، يعني معناها كم طلقها؟ بعد أسبوع أسبوعين ماتت، هل ترث؟ هل هو يرث منها هل هي ترث منه لو هو مات؟ لا. هل هو يرث منها لو هي ماتت؟ لا. فهمت؟ هذا معنى بائن. بائن يعني 3 طلقات. رجعي يعني معنى طلقة أو طل. بائن 3 طلقات، أو مثلا خلع. تعرف الخلع؟ الخلع يعني يقولها خالعتك، لا أريدك، مثلا $1,000. فتعطيه $1,000، فبعد أسبوع أو أسبوعين هي تموت أو هو يموت. هل يتوارثان؟ لا، لأنه بائن. لأنه إيه؟ بائن يعني مسافة، يعني بائن ليس قريب منها. طيب، التوريث هنا يكون من التوريث هنا يعني في النكاح يكون من الجانبين، الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث من الزوجة. بخلاف مثلا أنت وعمتك، أنت وعمتك، العمة ماذا تكون لك؟ أخت أبيك. أنت ماذا تكون لها؟ ابن أخ، ابن العمة. إذا ماتت أنت ابن أخ، أنت من الورثة. العمة إذا ماتت أنت ابن أخ، أنت من الورثة. بخلاف إذا أنت مت، إذا أنت مت هي ماذا تكون لك؟ عمتك، لا ترث منك. فقد يكون التركة من طرف وقد يكون من الزوج والزوجة. التوريث يكون هنا من الجانبين. مسألة أخرى، الولاء سبب من أسباب الإرث. عصوبة بينهم سببها نعمة المعتق على رقيقه من بماذا؟ سيد وعبد، قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. الآن هذا صار حر، بعدين مات. أقول من ترك، من ورثة هذا العبد الذي كان عبدا اسمه زيد؟ من أقارب زيد؟ ما لا يوجد أقارب، ما يوجد أقارب، ما يوجد أقارب، ولا يوجد زوجة، لم يتزوج. والله من يرثه؟ سيده. ما سبب الإرث؟ الولاء. يقول النبي إنما الولاء لمن أعتق.
هذا يعني كان موجود من أول، الآن غير موجود. نعمة المعتق على رقيقه ماذا أنعم عليه بماذا؟ بالعتق، عندما قالوا اذهب أنت حر لوجه الله بأي نوع من أنواعه. التوريث هنا يقوم من جهة المعتق لا المعتق. الآن هذا زيد وأنا، أنا سيده السائل، كنت كان هو رقيق. عندما أنا أموت هل هو يرث مني؟ لا. عندما هو يموت هل أنا أرث منه؟ نعم. إذا التوريث من جهة واحدة. النسب سبب من أسباب الإرث، أي القرابة، أي القرابة وهي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما. الأبوة كيف يدلي بأحدهما؟ في جد، في جدة. البنوة ما كيف يدلي بأحدهما؟ ابن الابن وابن ال، تمام. الإخوة ما هو السبب؟ الأبناء من الآباء، الآباء من الأب، بسببه صار عندي أخ وصار عندي أخت، وهذا معنى الإدلاء بأحدهما. التوريث هنا تارة يكون من الجانبين، الأخ والأخت، إذا مات الأخ يرث ترث الأخت، إذا ماتت الأخت يرث الأخ، تارة يكون من الجانبين وتارة يكون من جانبين. مثل ما قلت لك، إذا أنت وعمتك، إذا أنت مت فعمتك لا ترث منك، إذا هي ماتت أنت ترث منها، لأنك أنت ابن أخ، ابن أخوها. الرابع والأخير من الأسباب المختلف فيها جهة الإسلام، يرث بها بيت المال إن كان منتظما. كيف؟ مات الميت ليس عنده زوجة، وليس عنده أحد أعتقه، وليس عنده أقارب مسلم، عنده مال، أين المال يذهب؟ إلى بيت مال المسلمين، بيت مال. طيب إذا من الذي ورثه؟ بيت المال. ما هي سبب أنه ورثه؟ لأنه مسلم. من الذي يرث؟ بيت المال إن كان منتظما، يعني إن كان مرتبا، إن كان مرتبا وليس فيه سرقة ولا فساد. فهمتم؟ يعني نستطيع أن نقول الآن الحكومة هي التي ترثه وتضعه في المكان المناسب، تصرفه على أيتام، تصرفه في طرق، تصرفه في مصالح المسلمين وغير ذلك. مسألة، ما صورة اجتماع الأسباب الأربعة في شخص واحد؟ هذا لغز. أنت تقول الآن أن الأسباب أربعة، النكاح والولاء والنسب وجهة، قد يكون واحد في هذه الأسباب الأربعة، ما هي الصورة؟ انتبه. صورتها أن يشتري زيد ابنة عمه. زيد، أنا زيد اشتريت بابنة عمي، وجدتها رقيقة في سوق الأرقة، في سوق العبيد، بنت عمي اشتريتها، عندما اشتريتها اعتقتها، اذهب إلى التفرة لوجه الله، اعتقتها. الآن ثبت الشيء، الآن يوجد السبب الأول وهو ماذا؟ ابنة عمه، النسب، ثم اعتقها ثبت الولاء، ثم تزوجها ثبت النكاح، ثم تموت، ثم هو يكون بعدين الإمام المسلمين، إمام الخليفة، بعدين هي تموت. الحال أنه إمام مصطفى وابن عمها وزوجها ومولاها وصاحب بيت المال، من المسؤول؟ الخزينة، خزينة الدولة، من المسؤول عنها؟ الرئيس، الملك، فهو الخليفة، هو المسؤول عن بيت المال. الفلوس تركته من عمه، ايش يعني؟ اذا قلنا انها يعني هو يرثها لانه زوجها ولانه ابن عمها، فهمتم؟ يرث بهذين السببين، لكن الاسباب الاربعه موجوده.
فهو ابن عمها وزوجها ومولاها وصاحب بيت المال لأنه الإمام. هو الآن يرث بالزوجية وبنوة العم فقط، لا يرث لأنه أعتقها، لا، لأن النكاح والقرابة أقوى من الزوجية ومن جهة الإسلام، من النكاح والنسب أقوى من الولاء وجهة الإسلام، لذلك يرث فقط من هذه الجهة. فهمتم؟ يعني هنا هو اسمه زيد، هو في نفس الوقت ايش؟ زوج، وفي نفس الوقت هو ايه؟ ابن ايه؟ عم. بسبب انه زوج كم ياخذ؟ نصف التركه، وبسبب انه عم ياخذ نصف التركه الباقي. هذا نصف التركه حازه فرضا، ونصف التركه الاخر حازه عصوبة. فاذا زيد اخذ كل مال بنت عمه التي توفيت وهو في نفس الوقت زوجها. طيب، هذا كله سياتي قليلا قليلا. طيب، الان نحن لازلنا في المقدمات، والمسائل ستاتي ان شاء الله. انظر الى المسائل كثيره كلها ستاتي. طيب، كم بقي على الاذان؟ طيب، ناخذ شروط الارث. انتبه، شروط الارث تحقق ثلاثه لكي يرث لابد من شروط، توفرت ما توفرت ما فيه ارث. قف، اولا تحقق حياه الوارث بعد موت المورث. ما تميت اين الورثه؟ فلان وفلان وفلان، هل كلهم موجودين؟ كلهم موجودين الا واحد، هل يرث؟ لا ما يرث لانه غير موجود. لابد، افرض انه مات قبل، فهمت؟ افرض انه مات قبل الميت، لابد ان نتاكد من حياته. الورثه نتاكد انهم موجودون، قد يكون احد مات قبل الميت. فهمتم؟ كيف نتاكد من حياته؟ بالمشاهده، موجودين هذا الاخوان وهذول الابناء وهذول الاعمام، كل هؤلاء موجودين امامنا. بالمشاهدة أو البينة. كيف البينة؟ دليل. دليل، نعرف أن مات الميت وعنده أخ موجود في مصر. مات في كولومبور والأخوان موجودين في مصر. كيف نعرف؟ بالبينة، نأتي بدليل. إما ناس رأوهم، يقول أنا كنت في مصر ورأيتهم أحياء موجودين أو لا يرثهم، بالبينة. يعني بشهادة الشهود أو بإلحاقه بالأحياء كما قلنا. الحمل تقديرا كحمل انفصل حيا حياة مستقرة في وقت يظهر فيه وجوده عند الموت. هذا السطر ستفهمونه بعدين عندما نشرح الحمل. لابد أن يكون حيا. كيف يخرج؟ مات الميت وهذا يعني ايش؟ خرج وكان حيا. اما اذا خرج ومات ثم مات الاب فهذا الحمل لا يرث لانه لم يكن حيا بعد موت الميت. لا بد نتاكد انه حي، هذا الوارث الجنين لا نجعله يرث الا اذا تاكدنا انه حيا حياه مستقره. اما اذا نشك والله يمكن يكون حي يمكن يكون ميت، لا ما يرث. طيب، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تحقق موت المورث. هل شخص سمعنا انه مات نوزع التركه؟ لا، لابد ان نتاكد. فهمت؟ الاشاعات كثيره، ياتون اشاعه فلان بن فلان مات، بعدين نتاكد ماله لم يمت. العالم فلان بن فلان مات، ثم نتاكد خبر غير صحيح. فهمت؟ لابد من تحقق الموت بالمشاهده، ورايناه وغسلناه ودفناه بأعيننا بالمشاهدة أو بالبينة. نحن لم نشاهده لكن أناس شاهدوا يأتون يقول نعم كان معنا ومات ودخل المستشفى ومات في المستشفى. الآن نستطيع أن نقول
تحقق الموت بشهادة الوفاة، ورقة شهادة وفاة، ها؟ فهمت؟ شهادة الوفاة، بس ماذا تسمونها في ماليزيا شهادة وفاة؟ ها؟ سجل، سجل ميت؟ مدي؟ أيوة هكذا، إما بالمشاهدة أو البينة أو بإلحاقه بماذا؟ بالموتى حكما أو تقديرا، حكما أو تقديرا، كما قلنا قبل قليل ما سافر لأرض الحرب ولم يرجع من سنوات، فيحكم القاضي بموته ويلحق بأنه ميت. هذا الثاني. الثالث والأخير، العلم بجهة الإرث. العلم بجهة، لابد أن نعلم لكي ما هي الجهة، هل هو بسبب النسب يرث أم بسبب إيه؟ النكاح أم بسبب الولاء أم بسبب إيه؟ واحد قال أنا من الورثة، أنا من الورثة، ما شاء الله، من أنت؟ قال أنا جاره. ما شاء الله، الجار لا يرث. كيف ما يرث؟ أنا جاره 20 سنة بجانبي. يقول لا يرث. أنت؟ واحد قال لو سمحت أنا من الورثة. نعم أنا صديقه، صديقه، أسافر معه دائما، أنا من الورثة. لا يا أخي، لست من الورثة. فهمت؟ فجاءت امرأة، أنا أحبه، أنا سألت لأني أحبه. ما في الذي يرث من؟ النسب أو النكاح أو الولاء أو جهة الإسلام، أي نعلم ما أي سبب من أسباب الإرث المتقدمة. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني رسول الله كان يقول، جبريل كان يقول يا محمد الله في الجار، الجار له حقوق. فرسول الله قال: حتى ظننت أنه سيجعله من الورثة، ومن الورثة الجار. هذا من عظم حق له الجار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم الفاتحة بالقبول والإكرام والنزول والصلاح في الشام الظاهر والباطن. اغفر لنا جميع الذنوب والسلام جميع العيوب. اكشف عنا جميع الكروب الحقيقة والزنا هذا خالصا وجدين مقربا جنات النعيم. اكرمنا بشفاء العدل والعدل والشام بكل أمراضنا وأمراض المسلمين. يا الله قدمنا إلى أبينا عليه السلام ليوصلنا خزائن رزقه من أوسع أبواب فضله في خير وإتقان عافية. ارزقنا همة عالية في طلب العلم والدعوة إلى الله وخدمة الدين وحياة شريعة سيدنا المرسلين. ارزقنا البركة في الأوقات والأعمال والبركة في المطالعة والمراجعة والجد والاجتهاد وفي الحركة وفي السكون وفي الليل وفي النهار وفي المشي وفي كل مكان. البركة معنا أينما كانت وأينما كنا إن شاء الله يا رب. يا غفار سر الفاتحة.